السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا كده النهاردة معنا فيديو جميل. قبل اي حاجة كده يا ولاد نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة يا مسكرين اشتركوا في القناة عشان نوصل لكم من كل جديد يا حبايب قلبي، يا احلى متابعين كده في الدنيا كلها، واحلى اخوات. طل ذكر الارنب اهو يا ولاد مستخبي فين، طبعا فاطت كده ومأنس البطيات وبيفط كده مش عارفه بيفط منين وياكل معاهم هو وعياله. مطرح ما يحبوا ينزلوا ينزلوا. بص يا ولاد احنا النهارده حطينا لهم ايه شويه عيش كده مبلولين عشان الحر، طبعا احنا في الجياله يا ولاد، فمش لازم كل شويه علف 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 يا حبايبي، لازم برضو نخف عنهم شويه مره كده ومره كده. يا حلوين يا مسكرين برضو العيش يا ولاد بيحشقوه عشان يا ولاد طري كده ومسقع، فانا بحط لهم ببلوها في ميه يعني كده بتبقى فتره. بص يا ولاد احنا يا دوب بس بنبلله حاجه بسيطه يعني مش بنعجنه، بيبقى مفلفل كده زي ما انتم شايفين كده وحلو. فبص يا ولاد هما بياكلوا منه ازاي مبسوطين. بص يا حبايب قلبي حطوا لايكات كتير كتير بقى كده على البطيات المسكرين، وصلوا على النبي يا ولاد، اهم حاجه صلاه النبي يا ولاد، اهم حاجه صلاه النبي، نصلي على النبي كده كتير. اول ما نشوف حاجه بتاعت حد اي حاجه يا ولاد نصلي على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عشان ربنا يا ولاد يحفظ الحاجه كده ويزيدها، وربنا كده يطرح لنا فيها البركه. يا حلوين يا مسكرين حطوا لايكات كتير كده يا حبايب قلبي، خشوا كده بين ايديكم الحلوة حطوا الاشتراك حلو كده يا حبايبي. اتمنى يا رب الفيديو ده البسيط يكون عجبكم يا حلوين يا مسكرين، حطوا لي لايكات كتير كتير، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.